لضمان نمو جيد للعجلة حتى تولي أرخى باهية، على المربي اتباع الطرق الصحيحة من حيث التغذية والنظافة. على المربي معرفة الاحتياجات الغذائية الخاصة بالعجول متاعو واتباع طريقة تغذية مناسبة ليهم ويضمن لهم نظام غذائي منظم حسب العمر. يلزمو زادا يرد باله ويتبع صحة العجول الإناث ويراقب كل المراحل منذ الولادة إلى الفطام وحتى بعد. بعد الفطام يلزم كل شهر يتفقد الوزن ويتأكد إن العجلة عندها الوزن المناسب لعمرها. وكل هذه الممارسات الجيدة باش يكون لها تأثير إيجابي على تخفيض تكاليف إنتاج الأراخي وضمان خصوبتهم وإنتاجيتهم. تربية العجول في فترة الرضاعة اللي تدوم 3 أشهر من تاريخ الولادة إلى عمر 3 أشهر هي القاعدة الأساسية المستقبلية للإنتاج. في تاريخ الوضع العناية بالعجل، العناية الأولى بالعجل هي بعد ما نتأكدوا من تنفسة العجل والعجل في صحة جيدة، يقع تلبية العجل بالكمية محترمة من الباء لضمان سلامة العجل المستقبلية. يلبي هو حاجياته من المناعة، من تنظيف ومن غذاء. تربية العجول بالأساس تعتمد على الرضاعة من الولادة إلى الفطام. نقوم بتقديم الحليب للعجول مرتين في اليوم بنفس التوقيت بنسق تصاعدي حسب رزنامة رضاعة العجول، وبداية من الأسبوع الثالث نقوم بإدماج الأعلاف الخشنة قرد ذو جودة عالية أخضر وجويد مع أعلاف مركزة خاصة بتربية العجول. بالنسبة لإيواء العجول من تاريخ الولادة يقع وضع العجل في قفص فردي لمدة شهر، يكون في بلاصة ماهوش فيها الكوروندير، وتنظيف الأقفاص يومية لتفادي الإسهالات عند العجول. وبعد عمر شهر نضم العجول في أقفاص جماعية من ابتداء من الشهر الثاني إلى الشهر الثالث حسب الأعمار وحسب الوزن نتاعه. معرفة وزن الأرخة مهم جدا عند الفلاح، علاش هذا؟ لتحديد تاريخ التلقيح للدخول في مرحلة الإنتاج، اللي هي تكون الوزن عند التلقيح يساوي 1/3 البقرة الكبيرة. للفلاح اللي ما عندوش البسكولة نجم يستعمل تقنية المحيط الصدر، اللي هي نتقيدوا بها بتابلو نشوفوا المحيط ونحطوا إيقال الكيلوغرام في التابلو اللي عندنا.